بداية فوز ضخم وعظيم، ولكن أنا تعلمت من سعيد، اعتقدت أن مربوحة هي عبارة عامة أنت تقولها في البداية وفي النهاية، وعلى ما يبدو مربوحة هي مستقبلا، وقال لك ربح بمعنى أن مربوحة نأمل أن تربح المباراة، وهي ربحت. في مقدمتك وسام أشرت إلى محاربي المغرب، وهو بالفعل كانت لعبة، يعني المهارات الكروية للاعبي المغرب تجلت بالدرجة الأولى في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني وتحديدا في المرحلة الأخيرة من المباراة تجلت الروح القتالية للاعبين المغاربة. لا أعتقد أن كثيرة هي المنتخبات التي كانت يمكن أن تصمد أمام هكذا هجمات مكثفة، وفقط في الأمس شهدنا اثنين من عمالقة الكرة ينهارون أمام دقائق ضغط مكثفة كالتي شهدها المنتخب المغربي. تحدثنا عن محاربي لأن سفيان الوفاق قال نحن في حالة حرب، لذلك قلت العدو القادم لأنها حرب، وبالتأكيد فرنسا وإنجلترا. أنا أستخدم عبارات العدو في عالم الرياضة، ولكن كانت حرب كروية دفاعية من درجة طبعا أنا أقصد على